بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركنا إلا وعلمنا، ومما علمنا من البرامج التي يستغلها الإنسان بالذات بعد صلاة العصر يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو ما كان يحرص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال والتبكر والتبكير للصلاة، وأخبر أن من بكر في صلاة الجمعة للذهاب إلى المسجد كان من كمن تصدق أو قدم أو تبرع ببقرة. تصور أنك بخروجك في الساعة الأولى، يعني بعد صلاة الفجر، لو اتجهت للمنزل اغتسلت توضأت تطيبت لبست طرت ثم توجهت، إن كنت صائما تتوجه إلى المسجد، تبقى في المسجد في الساعة الأولى كأنك تصدقت ببقرة. كفاك الله شر دفع ثمنها وشرائها وذبحها وتوزيعها فقط في ذهابك للمسجد مبكرا. في عصر يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها فيها ساعة استجابة، أي أنك لم تطلب شيء إلا وسيحقق لك. تطلب صحة، تطلب مال، تطلب ذرية، تطلب رحمة، تطلب كنز، تطلب ذكاء، تطلب قوة، تطلب نصر، تطلب أي شيء تتمناه. الآن في هذه الدنيا فترة زراعة، الآخرة فترة حصاد. أن نحن في هذه الحياة فترة عمل واجتهاد ومسابقة، أما في الآخرة فكل ما عملناه سنجده. فالإنسان ما يعمله الآن سيجد، تصدقت بمثقال ذرة ستجدها عند الله، علمت ستجد ثمرة تعليمي، تقربت إلى الله بدعاء، قلت سبحان الله، قلت الحمد لله، رزقك الله بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. ففترة العصر يحرص المسلم بالذات يوم الجمعة على الاهتمام بالدعاء فيها، بالبقاء في المسجد أو المكان فيه عبادة، بالبقاء بقراءة القرآن، بالذات له هو صاحب، فيجتمع دعوة مستجابة في عصر الجمعة ودعوة الصائم المستجابة، يعني تجتمع طريقين من طرق الخير. يجوز لك أن تقول: اللهم إني صمت لوجهك الكريم، فارزقني يا كريم يا رحمن يا رحيم أنك تحرم جسدي وروحي عن النار، تسأل الله بعملك الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام اغتنم فترة المساء، وعلمنا أننا نكف أبناءنا عن اللعب بعد غروب الشمس، ونوكئ السقاء أي نغلق الإناء لا نتركه مفتوحا. من الأشياء التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام المسارعة لصلاة المغرب، حتى أنه جعل التلاوة فيها من قصار المفصل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من قصار المفصل. من البرامج الجميلة فترة المغرب والعشاء، لأن العشاء قريب من صلاة المغرب، أن تجعل فترة مدارسة، تكون محضر آيات، محضر قصة، محضر حديث، أنت أيها الأم تكوني محضرة قصة للأبناء تذكريها لهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان، تذكري لهم كيف فتح بيت المقدس، تذكري لهم قصص الأنبياء، قصة أيوب عليه السلام وكيف ابتلاه الله بالمرض، قصة إبراهيم وكيف ابتلاه الله أصول كافرة، قصة نوح عليه السلام وكيف ابتلاه الله بفروع كافرة، قصة يوسف عليه السلام وكيف ابتلاه الله بإخوان غير مسلمين أو ظالمين، قصة سليمان وكيف ابتلاه الله بالملك. كل قصة من هذه القصص تعلمنا. ففترة المغرب إلى العشاء قد تكون فترة مدارسة. فترة الإفطار كشهر رمضان من أفضل البرامج التي قد يستغلها الإنسان مع أسرته، مع نفسه، مع
مسجد يفطر معهم، يكون فيه ذاكرة لله، فرحا مساعدا متعاونا في إفطار الصائمين، في إطعام الطعام، في سقي الماء، في الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإفطار بالرطب، ما وجد بالتمر، ما وجد بالماء، ما وجد أي شيء. قد يأتي إنسان فيقول: يا أخي ما أحب الرطب. فنقول له: اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام خذها ولو شيئا بسيطا، ولو أنك تتذوق منها شيئا بسيطا بسيطا اقتداء به صلى الله عليه وسلم. صليت المغرب، أفطرت، فرحت، الصائم فرحتان، فرحة عندما يفطر وفرحة عندما يلاقي ربه، ألح بالدعاء والشكر. تريد ترتاح، تريد تكون مع أسرتك، تريد أن يكون لك برنامج خاص فيه تلاوة للقرآن، فيه استعداد لصلاة العشاء والقيام والتراويح، لا تكثر من الطعام، لأن البطنة تذهب الفطنة، فكثرة تناول الطعام لا تساعدك على القيام، لا تساعدك على التبكير للصلاة. حاول أن تنتبه من اليوم الأول من شهر رمضان إلى نهايته، تجعل نفسك مقلا في الطعام، فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة: كن لقيمات يقمن صلبك، ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك. وشر ما ملأ ابن آدم البطن، فلا تكثر من الطعام فليس فيه فائدة. من البرامج أيها الأحبة أن الإنسان يستغل وقته في صلاة العشاء، أيضا في التبكير، في الاستعداد للقيام. إذا وجد نفسه تعبان، وجد نفسه مشغول، يحاول أن يبكر في صلاة العشاء ويصلي التراويح ولو ركعتين. إذا علم أنه سيقوم في آخر الليل يؤخر الوتر، فيجعل بعد صلاة العشاء ركعتين، وإذا ما قام آخر الليل يصلي ركعتين إلى ما شاء الله، ثم يوتر بركعة، فيكون بدأ ليله بعد صلاة العشاء بالقيام، وأنهى ثلثه الأخير بالقيام. بعد صلاة العشاء يستطيع الإنسان أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فرحا بهذا الدين. ما كلفنا الله شيئا فوق طاقتنا، وقت يسير نصومه من الفجر إلى المغرب، مستعينين بالوجبة السحور، مستعينين بالله سبحانه وتعالى أنه إن أصابنا مرض عذر يجوز أن نفطر، مستعينين بأن الإنسان يستطيع الصيام فيتعود على أن يراقب الفقراء وأن يشعر بما يعانوا، لأنه قد يمتنع من الطعام من أجل الجوع، من أجل ليس الجوع، الفقر، ما عنده ما ينفقه كي يأكل. بعد قيام الليل يستطيع الإنسان أن يذهب لتناول طعام العشاء، يستطيع الإنسان أن ينام يرتاح لكي يقوم الثلث الأخير من الليل. شهر رمضان شهر جدولة، شهر برامج مليئة بالخير، تتفقد فيها نفسك، ترتقي بأخلاقك، ترتقي بتعاملك، ترتقي مع أهلك. قد يكون شهر محاسبة، ينظر الإنسان لنفسه: أين هو من الله؟ أين هو من الجنة؟ أين هو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هو من الهمم العالية؟ ما علاقة الهمم العالية؟ أعلى همة هي همة المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا: إذا قامت الساعة، يعني ما في وقت بعد قيام الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نبتة، فليغرسها. هذا من علو الهمة التي يكون عند المسلم، عند المؤمن، حيث أنه لا يقول: انتهى وقتي، انتهى عمري، أنا امرأة لم أتزوج، أنا لم أنجب، أنا كبير في السن، أنا خلص عمري، خلاص انتهت حياتي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما نبي، والأنبياء قبله إلا بعد الأربعين. سن الرشد، سن العقل، سن الحكمة.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.